خليل، محمد خليل، زياد، زياد الصمادي، محمد، محمد من الحيرة. محمد، محمد، إذا كان A singular A x equal to B، كم solution بيكون إليه محمد؟ محمد ملحم، رد علي يا محمد. آه دكتور معلش بس A المايك ما A رد. محمد، A singular A n by n and singular، يعني number of bits less than n. A x equal to B، كم solution بيكون له؟ number of pivot كم أقل solution number يا of محمد؟ pivot number of pivot أقل من ال أقل من number n، لأنه إذا كان n، إذا كان n زميل لك السوليوشن محددين، الإجابة الجواب قلبه all solution. نعم، السوليوشن يعني no solution أو number infinite solution. no solution and infinite solution. طيب كيف بعرف يا ممتاز يا محمد، كيف بعرف إنه عندي هشام عناقرة؟ كيف بعرف عندي no solution يا هشام؟ هشام مش موجود، هشام ممدوح الغزاوي مش موجود، نعم ممدوح نعم لا هاي نعم ممدوح، ممدوح كيف بعرف انه عندي وان عندي نو سوليوشن؟ ما الاي، بعرفش، نعم لا ما بعرفش، ما بتعرف ممدوح. ما هو لأني المادة تقريبا مش صعيبة بعدني. طيب عبادة، عبادة علي عيسى، عبادة احمد الرحايمة، احمد طيب موجود موجود دكتور. موجود يا احمد. طيب كيف بعرف انه عندي نو سوليوشن يا احمد؟ لا A x equal to B، ال A singular، بعرف انه عندي no solution. شو بطلع عندي؟ ذاكرين امبارح محاضرة امبارح واللي قبلها حتى. هاي يا احمد، لا والله يا دكتور. دكتور عندي سؤال. كيف بعرف اذا كان ال A x equal to B وال A singular بعرف انه في عندي no solution؟ شو بطلع عندي بدون انه يصير حل؟ ما جاوب هيك ما... ما... نعم هيك نو ما بده سوليوشن. يصير. لما النو سوليوشن لما تكون البيفوت اقل من النمبر اوف أو وانس لما يكون في زيرو بالبيفوت لازم أجاوب؟ يعني لما يكون عندك بيفوت لا بدي زيرو. أسمع صوت، بدي أسمع صوت حازم الخطيب، حازم الخطيب، حازم، حازم ولا مرة حضر، ولا مرة سمع صوته حازم. منار شطناوي يا منار، ولا منار موجودة. قصي هياجنة، قصي ما موجود؟ في مش بنات في المحاضرة، نعم مش سامعك بنات في اخوك، المحاضرة صوتي مش مش فاهم واضح. عليك ايش بتحكي. قصي، قصي انت قصي، بقول ما فيش ولا بنت في المحاضرة. ايش بدك لا تسوي لا هالحكي؟ خلص أنا انت عبد خلص الرحمن. جاوب عن نفسك يا قصي. يا قصي هياجنة، ما فيش قصي. يعقوب بن يونس، يعقوب، ما في يعقوب. خالد، محمد خالد القطامين، ما في محمد خالد. تميم غرايبة، نعم دكتور آية تميم، موجود. آية تميم، كيف بعرف إنه في عندي نو سوليوشن يا تميم للسيستم؟ لما محمد يطلع معنا بالحل زيرو بتساوي رقم ثاني. اللي هي شو؟ اللي هو نون زيرو، يعني بصير في عندي امبوسيبل ستيت أشياء. هاي تميم هاي بالسيستم. طيب طيب اوكي يا شباب، هاي هيك عندي هاي السيستم بكون بثبت انه ال A equal to ال A equal to C. طيب في عندي ميتكس، بس يا شباب طلعوا عليها هاي الاليميشن ميتكس، ذاكرين شو اللي مميز الاليميشن ميتكس يا شباب؟ انه هي عباره عن لور تريانجولر ميتكس اللي فوق الدياجونال زيروز، هاي اللي فوق الدياجونال زيروز شايفين؟ وفي تغيير واحد من الكولومز، هاي التغيير بالكولومز، هاي واحد كولوم، هاي لو حطينا بدل الاي والبي بوند كولوم، حطينا بدلهم زيرو شو بصير؟ الاي هاي بصير ايدنتيتي ميتك. لاحظوا الانفرس تبعها، هاي الها ميز الانفرس تبعها، شو الانفرس تبعها ميزته يا شباب؟ بنيجي على الكولوم، هاي واحد من الكولوم صار فيه تغيير، بنغير الاشارات تاعي، يعني اذا كان عندي اي بي شو بصير عندي هون؟ ماينس اي ماينس بي، هاي الاليميشن ميتك صح؟ هاي مش هسع بس ناخذ الانفرس اذكركم فيها، ماشي؟ يعني الاليميشن ميتكس اللي هي عباره عن لور تريانجولر ميتكس، يا يعني شو لور يعني فوق الدياجونال كلياتهم زيروز، وفي تغيير بون كولوم، هاي التغيير بون كولوم، هاي لو حطينا بدل الاي والبي هون بون كولوم، حطينا بدلهم زيرو زيرو بصير الاي عباره عن اي. فهاي الانفرس تبعها له ميزه، لاحظوا ما بده شغل كثير، فقط تيجي على التغيير اللي هون بدا هاي اي بصير ماينس اي والبي بصير ماينس بي، اوكي؟ هاي الانفرس ميتر، هاي بنيجي عليها بعد شوي ان شاء الله. هون شايفين هاي مثلا، هاي برضه هاي عباره عن اليمنيشن ميتكس، شايفين في تغيير وين؟ وهاي سي، هاي السي هاي نون زيرو، فاذا هاي بدي الانفرس تبعها شو بحط؟ ماينس، هاي
هاي شايفين؟ يعني ما بده شغل ولا بده أي شغل ثاني. لاحظوا هاي إليمنيشن ماتريكس الآن. هاي الشباب إليمنيشن ماتريكس هاي؟ لا. هاي نوت إليمنيشن ماتريكس. ليش؟ لأنه التغيير وين بتو كولومز. لاحظوا هون اللي غيرنا السي حطيتها زيرو وصرت ترجع ايدنتيتي وين كولوم أغير. أما هون هاي نوت إليمنيشن ماتريكس. في عندي قبل ما اروح للانفرس في عندي لقيت شيء اسمه rules for matrix operations اخذناها والله هي. نعم تفضل الله يزيد فضلك. احنا بهذا اي شابتر هون هاي الشابتر هاي سيكشن 2 باي 4 هاي سيكشن 2 باي 4 دكتور 2.4 هاي بنوت بالكتاب النوتس تبعونك اللي انت منزلها على الاي ليرنينج هاي اي تشابتر لانه انا طابع الورق ما اظن انت هاي تشابتر 2 يا ابو هيوت هاي بقول لك رولز هاي هاي رولز فور اوبريشن ماتريكس اوبريشن اللي هو سكشن 2.4 هاي التشابتر الثاني سكشن 4 طيب الان هاي اخذنا هاي كلها تمر معنا الماتريسيز كان بي ادد اف دي هاف ذا سيم سايز اور سيم دايمنشن لذلك اي ان باي ان باي ام ام باي ان plus b l by q equal to c اذا كانت هاي ديفاين يعني هاي ديفاين if and only if m لازم تكون equal to l والn equal to q اعتقد هاي مرت معانا وعرفناها وتعاملنا معها فيما بعد فيما قبل هاي كلياتها اذا حتى اضيف اجمع واطرح لازم يكون هاي دي سي ام هذا سي ام دايمنشن اوكي هذا دي سي ام دايمنشن وانا الان تو ملتيبلاي هاي برضه هاي مرت معانا يا شباب هاي تو ملتيبلاي to multiply a b the number of والله كيف اللي فوق دكتور لو سمحت the same size يابا the same size يعني اذا كانت هاي السايز تبعها m by n هاي لازم تكون m by n يعني ال m لازم تكون تساوي l وال n لازم تكون تساوي q هاي ال m لازم تكون تساوي l وال n لازم تكون تساوي q يعني the same size يعني بدي اجمع لو كانت الماتريكس 3 by 2 لازم هاي الماتريكس تكون 3 by 2 حتى تكون هاي بقدر اجمعهم مع بعضهم اذا اختلف السايز ما بقدر اجمعهم هاي تعاملنا معها سابقا هاي الآن to multiply a في b شايفين هاي to multiply a في b the number of columns in a لازم يساوي the number of rows in b هاي الشرط الوحيد هاي الشرط الوحيد شايفين هاي the number of columns in b شايف in a لازم يكون يساوي the number of rows in b يعني هون n والناتج إيش رح يطلع عندي هاي يعني حتى يكون الطرح صح هنا بقدر أطرحهم لازم يكون the number of columns في الايه اللي حاطه هنا يساوي number of rows in b هاي بقدر اطرحهم نعم هاي number of columns in والnumber of rows in هنا فلذلك بقدر اطرحهم والناتج اللي راح يطلع عندي m by p m by p هنا هاي راح يكون m by p هاي c هاي matrix هاي وشفنا كيف اطرحهم هاي اللي هو عملية الرو multiplied by column c i j يساوي k from 1 up to n a i k b k j هنا يعني باخذ الاليمنت هاي element a i k الرو هنا الرو الاول في الكولوم الاول في الكولوم الاول بيعطيني اي 11 ماشي هاي بيعطيني اي 11 اللي هو الرو الاول في الاي في الكولوم الاول في البي وهكذا هاي اللي هو حاط لكم اياها وتعاملنا معها في السابق تعاملنا معها دكتور هذا ماخذينه من قبل صح؟ اخذنا مش مشكله التكرار بعلم الشطار اللي زيكم هاي الان شو ظل عندي هون بس على السريع اشوفه هنا ايوه هاي اللي هون مثلا هاي الماتريكس يا شباب هاي بقدر اضربهم نعم هاي 3 في 1 هاي الماتريكس الاولى كولوم 3 باي 1 ملتيباي 1 باي 3 صح تطلع 3 باي 3 هاي 3 باي 3 هاي لو ضربتهم هاي 0 في 1 0 في 2 0 هاي بتعطي 0 1 هاي 2 1 2 3 2 4 6 هاي الماتريكس حاصل ضربهم هي اوكي صح لأن number of columns هو number of columns هنا يساوي number of rows الثانية فلذلك بقدر أضربهم والناتج بيطلع 3 by 3 meter. laws for matrix operation هاي تعرفوا هاي برضو تعاملنا معها هاي a plus b يساوي b plus a ما في عندي مشكلة alpha a في b الالفا constant يساوي alpha a في alpha b a plus b c يساوي a b plus b plus c ما في مشكلة فيهم الآن نفس الشيء وأنا ديروا باركم هاي هاي بضرب from the left يا شباب C في A زائد B يساوي C A زائد C في B لأن لو قلت A B في C A C زائد B في C عملت الضرب صحيحة ديروا باركم هنا ما في يعني ضرب من اليمين ومن اليسار شيء بيختلف تماما بدك تلتزم فيه التزام كامل يعني هون ضربنا من اليسار C في A زائد C في B هون ضربنا من اليمين
بي في سي هاي اي في اي في سي زائد بي في سي يعني وبيختلفوا عن بعضهم ما في شرط يعني اي بي سي هاي هون قلنا الضرب ما في مشكله بقول اي بي سي يساوي اي في بي سي ما في ان جنرال عاده ان جنرال اي بي نوت ايكوال تو بي سي يا شباب اي بي نوت ايكوال تو بي سي ان جنرال when a and b hi when a and b are not square matrices the size of ap is a difference size from ba يعني اذا كان هذول not اذا كان ال a وال b not square matrices حتى السايز بيختلف ab بيختلف عن b في اذا كانوا not square matrices اما اذا كان square matrices نفس السايز بس لا شا لا يعني انه ممكن يكونوا متساويين مش ما لا ليس بالضروره يكونوا متساويين اوكي فاذا كان ال a وال b are not square matrices size of AB بيختلف عن size of B فيه هنا مثلا هاي example بقول لكم ال A M by N وال B N by M هاي ال A هاي N M by N وال B N by M لذلك AB راح يكون M by M matrix مظبوط وال BA راح تكون N by N matrix في اختلاف كامل حتى اختلاف كامل مش بس لا يساوي حتى السايز تبعهم هاي زي ما هو حاط اللي هون هاي زي ما هو حاط اللي هون انه AB اذا كان نفس سكوير ماتريسيز السايز اوف AB بيختلف عن السايز اوف BA وهيك اكزامبل M باي N وهنا N باي M ف AB يساوي بيطلع M باي M ماتريكس بينما ال B في A تطلع N باي N N باي N ماتريكس If A is a square matrix and N by N هاي square matrix الآن a to the power p p طبعا positive integer number يا شباب positive integer number a b يساوي a في a في a في a ماشي b factors يعني هاي الباور الباور a to the power p multiplied a to the power q والb والq عبارة عن integer numbers عبارة عن انت طبعا ممكن يصيروا integers يا شباب بس مش موضوعنا هذا موضوعنا هذا لو كان عادة لو ما درست applied math لتكتب طلاب الماجستير من درسهم إشي كيلي هاملتون ثيرم ومع ذلك إذا بقدر أعطيكم لمحة عنها راح تشوفوا كثير ممتعة جدا اللي هي كيلي هاملتون ثيرم بقدر أحط البي والكيو عبارة عن نون انتجر ميتيسس تكون بوزيتيف ونيجاتيف وكومبلكس وريال أي إشي بحطه الآن هاي الـ A في B هاي يساوي A B plus Q where Q is integer positive integer positive or negative هون حاطه مش مشكلة هسه يعني خليها الآن A to the power B to the power Q يساوي A في B في Q A في B في Q هاي المتسي هاي كلها تمرطة A to the power 0 الشباب يساوي I A to the power 0 يساوي I إذن أي matrix زي أي number مش أي number لو قلنا مثلا 2 to the power 0 2 أس 0 قديش يساوي 1 مش هيك مش هتعرفوها 2 to the power 0 X مثلا نحط سين أو X to the power 0 equal to 1 وبرضه a to the power 0 equal what equal to i a to the power 0 equal to i شو رايك وصل المعابره a to the power 0 وصل مش معي وصل طيب دكتور هسه لو كان من جوا الاليمنت اللي بالاي صفر كيف بدها نساويها هاي كانت مرفوعه للقوه صفر ما جيت غير عليها يا زلمه هاي عندي تيرمان هاي استثني هسه هاي استثنى هاي indeterminate هاي أنا أعرف شو بدك إياه الآن فيها هاي indeterminate هاي 0 to the power 0 أما خليها عبارة عن A matrix وتكون الماتريكس A non-zero matrix ماشي ما تكون zero matrix طيب بالله شوف هالإكزامبل هذا شباب بقول لك إذا كان هاي ال A M by N matrix بتحقق المعادلة التالية A squared minus 2A يساوي I أوكي هاي المعادلة بالله اطلعوا عليها طلعوا عليها قبس الزعبي موجودة معايا قبس لا مش موجودة قبس أوكي الآن رانا كراسنا أوكي يا شباب شوفوا هاي إذا كان A squared يساوي minus 2A minus 2A يساوي I هاي في ماتريكس حققت المعادلة هاي الآن بقول أوجد A to the power 3 A to the power 3 فبقول معناته A squared شو A squared شو تساوي يا شباب هاي يوسف ابو سلوم شو الاي تو ذا باور 0 الاي سكوير تساوي من هاي المعادله موجوده يوسف معناته اي شو اي سكوير تساوي 2 اي بلس اي مضبوط انقل الماينس 2 انقلها لهنا بصير اي سكوير تساوي ايش 2 اي بلس اي فاي تو ذا باور 3 تساوي اي في اي سكوير شكلها
A في A سكوير، هاي A to the power 3 تساوي A في A سكوير، فهاي A الـ A سكوير بعوض بدالها من هنا اللي هو 2A plus إيش plus I، بصير 2A سكوير plus إيش plus A، بشيكة أضرب هسا هاي 2A في A A سكوير A في I A. طيب وهو الـ A سكوير برضو بعرف بهي شو تساوي، الـ A سكوير تساوي 2A في I، فلذلك لو رجيت حطيته هنا شو طلع معايا بدل الـ A سكوير برضو أعوض مرة ثانية 2A plus I بلس ايه شو بصير في عندي؟ بص عندي بصير ايش عندي شباب؟ 5A plus 2I 5A plus 2I. لو الان لو سالك اي سؤال الشباب، لو سالك A to the power 5 نفس الكلام بقدر اعملها كلياتها بصير in terms of A and I in terms... اذا كانت هاي المعادله صحيحه، اذا كانت هاي المعادله، اذا كان في غيرها طبعا كلام ثاني، بديش اطور اكثر من هيك لانه هاي بروعه ثيرم ثاني يسميه function of square matrices مش موضوعنا هنا. اوكي دكتور تفضل. كيف A dot I بتصير A؟ بس دخلنا A راحت I هاي هون هون ايش وين بتسالني وين انت زيد مزبوط؟ هاي هون هون بالمعادله مش دخلنا A على القوس صارت تكون A تربيع زائد A طب الاي وين راحت؟ مو هاي مو مش A في I يساوي A مش قبل شوي كتبناها؟ اي شيء في اي يساوي ايه؟ مش كتبنا اي 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 ماتريكس ضرب اي يساوي ايه؟ يساوي ذات ماتريكس مش شكل ماتريكس اي هو 0 تساوي اي بس حكينا انه اي في اي اي شيء في اي بتصير نفسه بتروح الاي؟ اه بتروح الاي ما هي اي عباره عن 1 كذا بالماتريكس ثيوري ماشي؟ قبل شوي اخذناها مش اعطيتكم اياها زمان كنت كاتب لكم اي اكس A A I يساوي أو X multiplied by I يساوي X شو ما كانت ال X شو ما كان ال X أوكي يا شباب فهاي دكتور الـ هاي اللي هي الايدنتيتي ماتريسز صحيح؟ أيوه الاي 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 هسا from now on يا شباب الاي اللي هي بقصد فيها الايدنتيتي ماتريكس اللي هي ضربت بأي شيء نفس كنت تضرب بواحد كانك تضرب في واحد بلغة سكيلر نعم كانك تضرب في واحد في لغة سكيلر اسألوا يا شباب لا تخلوش ولا أي شيء يفوت عليكم كان تضرب اي بلغه السكيلر اوكي مثلا اذا كانت الاي لو كانت الاي 2 باي 2 مثلا اي 2 باي 2 اعطيني بالله يوسف ابو سلم شو الاي 2 باي 2 بتكون عباره عن ايش اقرا لي اللي مكتوبونها اي يوسف الاي الاي 2 باي 2 اقرا لي اللي مكتوبونها يا يوسف ها 2 باي 2 اي 2 باي 2 اقرا لي اللي مكتوبونها لا كثير هيك مو كتابوني ممكن احكي لك دكتور اجاوب مين عيد السؤال مين انت اول شيء بدي اقول اللي بدي احكي لك احمد الخطيب يا احمد احمد اللي هي احمد 1001 1001 طيب لو يوسف ابو سلم لو قلت لك الاي 3 باي 3 اقرا لي اللي مستبعونها الاي 3 باي 3 شو اللي مستبعونها دكتور اجاوبك دكتور اجاوبنا اي ماشي تمام يلا يوسف يا يوسف يا يوسف الله يرضى عليكم يا شباب يعني إذا ما تابعتوا هاي مادة مادة كثيفة على فكرة جد والله مادة كثيفة جدا إذا ما كل يوم تأخذوا أشياء جديدة إذا ما تابعتوها بتشوفوها عليها أثقل من الجبال عليكم أثقل من الجبال ولازم لازم تتعلموها فيعني هاي لا تفتكروها أنها هيك سهلة صح أنا أعطيتكم النص وقلت لكم ولحتى الآن عند كلامي أي واحد منكم بيقرأ النص وبحاول يكررها على نفسه مرة ومرتين وثلاث فيش عنده مشكلة بس اللي حتى الآن اللي ما بيعرفش اي ماتريكس معناته مش متابعني على الإطلاق هو بتحمل مسؤولية نفسه هو بتحمل مسؤولية نفسه والله يهديك أجاوبك دكتور مين أنت زياد زياد حامي يا زياد جاوبني يلا 100 و010 أيوة و001 بعدين 010 بعدين 001 هاي اللي كنا نعمل فيه elimination matrices طيب يا شباب هسا في عندي شيء اللي هو الانفرس اوف ايه الانفرس اوف الماتريكس طبعا الايه الانفرس فقط لمين لا الانفرس بحد ذاته اقول انفرس فيما بعد راح يصير في عندي ليفت انفرس ورايت انفرس بس اذا بحكي انفرس بحكي تو سايدد انفرس خلينا نقول هسا بلاش احكي كلام كثير بس اقول الانفرس اوف ايه بكتبها بطريقه ايه انفرس هاي هاي الانفرس اوف دي ماتريكس ما بقدر ما بكتبها بطريقتي ما في حدا بكتب اي على ايه ما هاي ما بتنكتبش بالطريقه هاي الانفرس اوف دي ماتريكس اللي هو ايه انفرس هاي بكتبها بالطريقه هاي وميزتها يا شباب ايش هي
انه مثلا a minus 2 اللي هو a inverse t a inverse يساوي a minus 2. هاي اذا بدي يعني مشان يصير عندكم شيء اسمه قبل شويه حطينا قلنا ممكن يكون نيجاتيف، هاي ممكن يكون نيجاتيف. شباب لو قال لك a minus 2 اوجد ال a to the power minus 2 هو كانه بقول لك اوجد a inverse multiplied by a inverse a minus 2 inverse t a inverse يعني ال a inverse كانه ايش بصير؟ هاي 2. يعني نفس ال القوانين الأسس اللي بنعرفها بالجبر الطبيعي، بالجبر الطبيعي يعني هاي بصير بتعرفوا هاي بصير minus 1 في 2 بصير a minus 2. يعني الآن from now on يا شباب إذا شفت قال لك أوجد a to the power minus 3 كأنه بقول لك أوجد ال a inverse وضربها بنفسها ثلاث مرات، أوجد ال a inverse وضربها بنفسها ثلاث مرات. أوكي هاي بس توطيها مشان أول بأول. هسا ندخل على ال inverse of the matrices. دكتور من هاي قدنا دقيقة بس أخذنا يا شباب إذا كان الباور للميتيسيز بوزيتيف وإذا كان نيجاتيف. هاي إذا كان نيجاتيف بقصد فيها الانفرس. إذا كان نيجاتيف الآن إذا كان الباور للA سكويرد معناته A ضرب A A minus 2 A to the power minus 2 مع بقصد فيها A inverse A inverse. أوكي يعني الA الانفرس الآن الانفرس الباور النيجاتيف باور للميتيسيز مقصود فيها إيش؟ مقصود فيها الانفرس. آه المين بدي يسألني؟ تفضل البدي يسأل الشباب. دكتور أنا تفضل. زياد يا زياد اسأل. عمر الزعبي يلا يا عمر اسأل. دكتور هسه الـ A inverse بتعكس عمل الـ A، يعني إذا ضربت إشي بـ A ضربت بـ A inverse برجع زي ما كان صح؟ برجع بيعطيني identity matrix. بس شوي شوي يا عمر بديش حتى أصلها يعني بس حتى أصل يعني هسه في موضوع الماتريكس operation إذا كان الباور بوزيتيف وإذا كان الباور نيجاتيف. إذا كان الباور نيجاتيف بقصد فيه إنفرس. شايف هاي يعني ما لا تستغرب واحد يقول لك أوجد A to the power minus 3 A to the power minus 3 معناته A minus 1 A inverse A inverse A inverse وهيك. بس الآن هسا بنجي دوم أجي على الإنفرس بذاته كلياته راح نشوفه شو كيف تتعامل معه. الآن بلوك ماتريسيز يا شباب، هاي بلوك ماتريسيز يعني بدل ما يكون عندي ماتريكس عبارة عن تو بلوكس. هاي مثلا ماتريكس هاي تو بلوكس الاي هاي اي بسميها وهاي اي كانه صارت اي في اي. هاي البلوك ماتريكس هاي يا شباب هاي كانها اي اوفر اي هاي بلوك ماتريكس هاي بسموه الان فروم ناو اون سي احكي عن بلوك ماتريكس ماشي. يعني هاي سميتها يعني صارت الماتريكس هاي حطيت فيها تو بلوكس اي وهاي اي يعني جمعتهم هون هاي اي سميتها وهاي اي. لو كانوا جايين على الشكل هذا بصير اي اوفر اي اي بالطريقه اللي حاطها هون. هاي الماتريكس مشان يا شباب هاي اللي هو اي هون 0 هون 0 هون i هاي صارت i 0 0 i. اوكي هاي بلوك ماتريسيز بلوك ماتريسيز بلوك ماتريسيز. هاي مثلا هون مثلا شباب هاي لو اخترنا هاي بلوك a n by n الاو هاي الزيرو اللي هون هاي n by n ماتريكس وهاي n by n لذلك كلياتها راح تصير الماتريكس هاي كلياتها كماتريكس 2 n by 2 n هاي كل واحد هاي n by n وهاي n by n n by n و n by n فلذلك كلية نظرت الى 1 matrix راح تكون 2n by 2n 2n matrix by 2n matrix. فهي بنسموها ايش؟ بنسميها block matrix. هاي بنسميها block matrix block multiplication. مثلا شباب هاي لو اضرب مثلا هاي i في a يساوي a الان i في b زائد i في b زائد 0 في d يساوي b. الآن لاحظوا الآن كيف بدي أضرب هسا B في A هاي B في A زائد إيش I في B في A زائد C هاي B في A بلس أوكي هاي B في A زائد C زائد C. الآن هنا B سكويرد زائد D طبعا هاي أنا غلطان هنا شباب مزبوط. شو الغلطة في هنا؟ هاي مين بيعدلني هنا؟ بي اي زائد سي معناته هاي لازم قيمه هاي مش بي سي بي اي زائد سي هنا هاي هون غلطتي هنا هاي لازم تكون بي اي زائد سي بي اي زائد سي هون صحيحه هاي بي سكويرد زائد ايش زائد دي هاي صحيح بي سكويرد زائد دي اذا هاي غلطه هاي اذا لازم تكون بي اي زائد سي بي اي زائد سي. اوكي هاي عمليه الضرب يعني نفس الكلام يا شباب كيف تضرب بلوك ماتريسيز مع بعضهم. هاي هون يعني كانه بقول لك هاي بقدر كيف الماتريكس لما اضربها يعني باجي الكولوم الاول في ايش؟ في الرو الاول، هاي الكولوم الاول في الرو الاول زائد الكولوم الثاني في الرو في الرو الثاني، هاي الكولوم الثاني في الرو الثاني، هاي
هاي الميتكس، هاي عملت ضرب الميتكس سي أنه تكافئ هذا الكلام. الكولوم الأول في الرو الأول زائد الكولوم الثاني في الرو الثاني، هاي لو جمعتهم بالفعل بيطلع عملية ضرب الميتكسيز الاعتيادية اللي بنعرفها احنا، عملية ضرب الميتكسيز بالطرق الاعتيادية. يوجوالي مرة ثانية بأكد، يوجوالي حتى لو كانوا N by N matrices الـ A الـ AB not equal to BA. إذا حصل، إذا حصل الشباب إنه AB equal to BA، أنت بسمي الـ A والـ B بسموهم بالماثماتيك بسموهم commute matrices. هاي راح تظهر عندنا فيما بعد، هاي بالابليكيشن حتى بالإنجينيرينج عندنا هاي لها معنى كثير، هاي هاي بالكنترول لها معنى كثير. إمتى بكون الماتريسيز بتكون عبارة عن commute matrices؟ إذا شو معناته لو قلت لكم A و B commute، شو معنى A B commute؟ هاي شباب شو معنى commute matrices؟ إنه A B يساوي B في A B بتساوي B. هاي معناته إذا قلت له معناته لازم يكونوا square matrices، حتى يكونوا commute لازم يكونوا square the same dimension. وإذا قلنا الآن from now on إذا قلت A and B are commute matrices، معناته بقصد مثلاً algebraically بقصد إنه A B يساوي B في A، بقصد A B يساوي B في A، حتى يكونوا commute، حتى يكونوا commute matrices. الآن هاي هون حاط مثلاً الـ A 3 by 5 الـ 5 الـ B 5 by 3، هاي هون الـ A B A 5 by 5 والـ B 3 by 3، لذلك لا يمكن يكون كوميوت إلا غير إذا كانوا إيش، إلا إذا كانوا عبارة عن سكوير ماتريسيز. الآن A B plus B A plus A C، هاي 3 by 3 هاي 3 by 1، لذلك هاي not defined، هاي not defined. A B A B في D is 3 by 1، هاي is D B في A is not defined. هون حط لكم example بس مشان إمتى تقدر تضرب وإمتى ما تقدرش تضرب يا شباب. هاي هون A B في A بقول لك 5 by 5، A في B 3 by 3 من هنا. الآن بقول A في B في D بطلع A في B في D بطلع A في B في D بطلع 3 by 1. D في B في A بتطلع إيش؟ D في B في A تطلع not defined. لا يمكن أقدر أضرب أعمل الضرب. D في B. هاي D لو ضربت D في B 3 by 1. بقدر أضربها 5 by 3 بقدر أضربها، لأن D في B not defined بقدر أضربها. الآن AB بقدر أجمعها مع AC؟ لا، ليش؟ لأنه AB هاي الدايمنشن تبعها 3 by 3 بينما والAC 3 by 1، لذلك ما بنجمعه، لازم يكون هاي إذا الجمع لازم يكون هاي CM، لازم يكون CM صار. يعني بتوقع من كثر هالإكزامبلز هاي الأمور صارت معك كلياتها الأمور يعني واضحة الآن. الآن بقول what rows and or columns، هاي يعني أشياء لكم الأصل ما أتركها لكم كلياتها. يعني شو الثيرد كولوم اوف اي اند او الثيرد كولوم في الاي اوف اي بي اللي هو عباره عن اي في الكولوم 3 اوف بي، شو الفيرست رو اوف اي بي اللي هو رو 1 اوف اي في بي. هاي يعني الاشياء كلياتها الاصل كلياتها لحالكم الان صرنا نعرفها، هاي الانتري واي. طيب الان شو رايكم هسه فيها هاي يا شباب؟ هاي الان هسه بدي هاي الآن مين بيعطيني A A plus B؟ ال A وال B افترضوهم عبارة عن have the same dimension. A B squared شو يساوي؟ يساوي A زائد B squared يساوي A زائد B في A زائد B. مين بيكمل عليها؟ هاي شباب بدي إبراهيم العبسي. هاي إبراهيم، إبراهيم موجود معنا؟ مش موجود. صهيب عواد. صهيب. بس أنا صهيب بس عيد السؤال لأني ما فهمت. طيب أنا. لا عيد السؤال. قدامك صهيب. اللي قدامك هاي صاحب الاكزامبل هذا اللي قدامك صاحب شايفه هايته شفته يلا اختصر لي اياه. A B اضربهم هذول مع بعض شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي A سكوير و A في B زائد A في B زائد B سكوير A في B يعني بيطلع A سكوير زائد 2 A في B ايوه زائد B سكوير زائد بي سكوير. طيب هاي صهيب بيحكي بالطريقه هاي، صهيب مظبوط، صهيب عواد بيحكي بالطريقه هاي. علي ابو راشد شو رايك بكلام زميلك صهيب؟ هاي علي مش موجود علي؟ كان داخل معنا. لا لا ما عاد دكتور غير شغله انه لا مش 2 اي في بي، اي في بي زائد بي في اي. لا انه مش شرط. امتى طيب بدي اساله؟ سالت علي امتى كلام صهيب بكون صحيح؟ علي امتى بكون a سكوير a زائد b سكوير يساوي a سكوير زائد 2 a b b زائد b سكوير؟ امتى بكون كلام مظبوط؟ امتى بكون كلام زميلك هذا مظبوط؟ قصدك عن السؤال الثالث؟ لا الان اذا حكى
الآن زميلك علي صهيب حكى إنه A plus B سكوير هذا يساوي A سكوير زائد 2AB زائد B سكوير. إمتى هذا الكلام مزبوط؟ ها بس يكون A تربيع زائد B تربيع صح؟ لا ما هو هاي هاي هيك بالطريقة هاي. طيب مين غير علي؟ لو بس سألت محمود الرشايدة. محمود يا محمود مش موجود محمود. عبد الله يونس العابد. طيب احمد العمري. احمد موجود؟ مش موجود احمد. اوكي طيب لما يكونوا نفس السايز دكتور. نعم اصلا هو نفس السايز. لما يكونوا نفس السايز نفس السايز دكتور. اجاوب مين؟ احمد الخطيب. اه يا احمد جاوب. احمد الخطيب اذا كان كوميوت. إذا كان كوميوت ماتريسيز. إذا كان كوميوت ماتريسيز فمعناته هذا الكلام مزبوط. إذا كان كوميوت ماتريسيز. إذا إن جنرال هاي يا شباب. إن جنرال هذا الكلام. هذا إن جنرال. إن جنرال لا. هذا لا. أما هذا الكلام مزبوط الأول. هذا الكلام مزبوط. إذا A سكوير A plus B سكوير يساوي A سكوير زائد if and only if A B يساوي B فيه. إذا كان هذا الكلام. إذا كان الـ A والـ B عبارة عن إيش؟ عبارة عن كوميوت ماتريسيز. إذا بتكون تنتبهوا الآن تنتبهوا بالعملية الضرب واحد في اثنين يساوي اثنين في واحد السكية ما في بالسكيلرز أم بالماتريسيز الأمور لا بتختلف بتوقف أنت A B بتختلف عن B في A شباب. A B بتختلف عن B في A فبدك توقف أنت هاي ما بتطلع ما بتقدر تجدها إلا غير إيش إلا غير إنه إذا كان هذا الكلام هذا مزبوط. إذا كان هذا الشرط إذا كان الشرط هذا غير هيك لا. أوكي هاي إن جنرال هذا الجنرال فورمولا هاي إن جنرال نوت هاي لا تساوي. أما هاي الجنرال فورم الآن هاي الكيس إذا كان الـ A B يساوي B في A لا تساوي A. هذا الكلام مضبوط. طيب نفس الكلام الآن شباب شو رأيكم؟ نفس الكلام هاي الآن A سكويرد A B سكويرد شو يساوي هذا؟ يساوي A B في A B. هذا الجنرال. امتى اذا كانوا الاي والبي لو كانوا الاي والبي كوميوت الشباب شو بيطلع عندي؟ لو كانوا الاي والبي كوميوت اي سكوير بي بي سكوير يس اذا بصير ابدل مزبوط. هاي بدلت هاي بصير البي اي شو يساوي اي بي تيجي الاي هنا والبي بتيجي هون بصير هذا معناته هذا هاي تساوي اي سكوير في بي سكوير اذا كان ايش الاي والبي كوميوت. هذه رباركم يعني الامور مش سهله ما بتقدر تعمل بالماتريسيز بدك توقف عندها تعرف كيف تعمل مع الأرقام تعرف كيف تعمل مع الأرقام يعني هاي F and only F إيش A B يساوي B في A هاي كوميوت ماتريس. أما in general هاي الكلام A B multiplied by A B إذا كان ال B A يساوي A B أنت بقى B A بصير A B بصير A في A B في B بصير A squared في B squared A squared في B squared. طيب الآن بقول إذا كان ال B A يساوي 4 في A